أخبار اليوم. واعتقد ان عزائنا ان اعماله باقيه، كان يعد باداء عظيم جدا وكنا ننتظر منه كثير، لكن احنا بنسلم بقضاء الله، بدعو له ان ربنا يدخله الجنه يجزيه خير عن الوطن، ما انساش نشهده وهو في ميدان التحرير في ثوره 25 يناير، بيعبر عن فنان حر اصيل كبير الشعب بيشاركه في ثورته وفي احلامه، وما ننساش كلنا أدواره العظيمة على الشاشة اللي جسد فيها موهبة أصيلة ومتمكنة، روح عظيمة الفنان العربي الله يرحمه وربنا يبارك له.